لما نموت. اقسم بالله هذا مفرش العيد. يا اهلا وسهلا فيكم، كل عام وانتم بخير. للحجاج حجا مبرور، وسعيا مشكور، وذنبا مغفور باذن الله. شرينا حلويات العيد وجهزتها معاكم. جبنا كيكة العيد، وهنا كروم لقيناها يا حبيبتي ماخذة دونات وحط عليها رقم شمعة زي كذا رقم، ومشغلتها وتقول نفسها هابي بيرثديتيو، ورحمت انا وابوها. ما عمرنا سوينا لها عيد ميلاد، بس تشوف التلفزيون اللي هو يوم ميلاد، فهي مولودة في رمضان، بس قلت خلاص مرة واحدة احتفالية العيد ونحط لها عمرها 3 سنين ونشغل لها بس كذا عشان تفرح. وجبنا لها كذا اكواب للحفلة وقبعات، وجبنا ورد، هذا الورد بس بضبطه معاكم. بس والله هذا مفرش العيد حق صبح العيد سماوي، وهذه البيجامة، هذه البيجامة شغل بس النور حق صبح العيد. راح أتكلمكم عن المفرش كخامة وجودة وجمال، مرة أنصح فيه، جميل جدا كخامة ونوعية وشكل ونظام فندقي مرة أنيق. راح أنزل لكم مقطع فلوق بالتعاون مع ولد عمي، وهو صور تقريبا عيد الأضحى عندهم، فتقريبا نفس أجواءنا تحت عند الحمولة، بس هم في مزرعتهم وإحنا في تحت في الحوش حقنا كبير. وهنا بس ما حد صوره، فبنزل لكم حق ولد عمي بما انه مصور احترافي صور زواجات، وراح احط لكم حسابه تحت بالمنشن اللي حاب يصور له مناسبات وزوجاته بالخرج والرياض، فراح ان شاء الله يكون متاح. تصويره جدا رائع وعنده افكار واشياء ابداعيه. هنا في خطبه العيد، جلست اجهز الورد وراح انطلق معاكم في يومي الحين بالضبط، خطبه العيد وصلاه العيد. بعدها راح تبدأ فقرة الأضحية. يلا نذبح الذبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ماشي مات، احنا ما نموت. اقسم بالله طعم الطعم كذا يخش في راسك كذا يدق هنا، الطعم يدق هنا. وارجع للبيجامة اللي نقشتها نقشة ديور، مرة عجبتني. بالعيد فاضت معاني من مشاعرنا، حتى تمادت قصائده وغنانا. أحبابنا اليوم قد زال اللقاء بهم، فليدري الناس أن العيد قد حان. هل نخبر الناس أن العيد قد حان؟ قم نخبر. يا لبي ما يكبر العيد إلا بفتوح.
بالحمصة والكبدة. راح بالعقل سلم يدك للطوف. فستان ياخذ العقل تفاصيل مرة جميلة. فستان العيد أحسه فخم على صبح العيد، بس هذه أجواءنا. هذا الشوز والهيلز والشنطة اكسسوار، بس حلق وخاتم. راعي الثوب الحمر زين الرياح، يا مصور نحبه بحلو تعبيره. ما تبيني أصورها أوريكم كشخة العيد الحين. الله أكبر، يبدأ المغرب. شلونكم؟ شخبار عيدكم؟ كل عام وانتم بخير، بشروني عنكم. إن اليوم عيدنا غير عن الأعياد كلها. أول مرة بحياتي عيالي البنات ما ينزلون، نزل بس ولدي عشان يشاركهم الذبح وكذا، الله يتقبل. والحين راح أشرب قهوة زين وكوكيز، راح أتزين وأنزل مرة ثانية عند حمولتي تحت. كرومي الحلوة، ما تبيني أصور قميص العيد؟ بكشخه ونزله. شغلت، شوف كل ما شغل الشمعة طفيها. شغلت فحم بخرت وطفى، ما مداني أصور لكم. وش رايكم بالكيات الخرفان هذه؟ مرة ماخذ قلبي، عجبتني. هي وزعتها على الأشجار كلها. واخري كروم وهناك، مرة لطيفة حلوة. بس والله أرجع أكشخ وألبس لبس جديد مرة ثانية. الصبح أنا نزلت ورحت لأهلي. لا يا ماما، لا ليش حبيبتي؟ ليه أنا بعصب ماما؟ عيب. بأكشخ وبرجع أنزل إن شاء الله. المهم، أحب من أعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أحب كذا طقوس العيد وشعائره، وأحب نفرح فيها يعني، مرة مرة نقدرها الحمد لله. حتى بناتي والله بس تعبوا يا عمري، مواصلين غلبهم النوم. يلا إن شاء الله يعوضونها العياد القادم بإذن الله بصحة وسلامة. وبس والله علموني عيدكم، صوروا لي أنا مصورة الصبح مفرش العيد الجديد وبجامة العيد وفستان العيد اللي رحت فيه. راح أضبط المونتاج أنزله لكم، بس ياخذ وقت وزحمة الحين. كشخة كروم وفطوم تومي، ونزلت تحت ورحت يعني، ونمت شوي العصر وقمت العصر، ونبدأ مشوار من جديد أكشخه مرة ثانية. فما في وقت، بس أفضل إن شاء الله بمنتجه ونزله لكم، بحاول بأسرع وقت يعني. بالعيد فاضت معاني من مشاعرنا، حتى تمادت قصائده وغنانا. أحبابنا اليوم قد زانا. هذه الإطلالة الثانية. يلا نظرين كروم. كرومي كرومي، شو نظريني نظريني
يلا بالجمال اشوف شويه دب كوالا شوي. ويزين الجمال تبارك الرحمن. جود حطينا روج حمراء. ايش بعد؟ وريهم الباندا. شغلي شغلة. طبعا هو بس بدي مع تيور بس قال لا عيب ابغى بلوزة. لبستها بلوزة بيضة ما اقتنعت لما لبستها بيضة. والطاق وردي والشنطة من كليرز وردية. لفي ماما هذه شنطة لها عمر عندنا من الخبر ما اخذتها كنت من الظهران. لفي ماما وريني الشنطة بها. يلا مع الطوق عكسه. كرومي عمرها 3 سنين طبعا عيد ميلادها يوم ميلادها يعني في رمضان مفروض بس عن خاطرها في عيد ميلاد فقلنا مرة واحدة كيكة العيد عشان ما يصير احتفال يعني بمناسبة يوم الميلاد. يلا 1 2 3 يلا غمض عين يلا فتح. هذه البجايم تاخذ العقل قطن باردة. كبرت المقاس خذت لارج والحلو دائما اخذ كمام هذه المرة حر عاد ما يحتمل. خذيت نصكم مرة حلوة ما شاء الله وتهفهف باردة وتخلي شكل الجسم مرة حلو. هذا المفرش ياخذ العقل كل بنشافع الحقيقة نهار عليه. أنيق 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 لآخر درجة والحلو فيه إن قلبتين قلبه بيضة وقلبه سماوي يعني لو رشت لكم على الجهة السماوية بيطلع كأنه مفرش ثاني. ناوية أحط لأن ورق الجدران عندي سماوي والمفرش سماوي ناوية أرجع ستارة السماوية والكحلية أنسب مع المفرش والتطقيم. حتى زودية حطيت زودية سماوية كذا. جلسة العائلية جلسنا اخترنا نجلس البيت نروق ونتقهوى ونناظر فيلم. يلا لا تحرمني من ذا الجلسات مع اللي احب. صباح الخير من خامس يوم العيد واليوم راح نحتفل بوصول الحجاج الحمد لله على سلامتهم. حج مبرور سعي مشكور بإذن الله وذنب المغفور. راح أحط لكم مقتطفات من اجتماعنا. لا تنسون الاشتراك إذا متابعة جديدة لايك شير كومنت لطيف أكون ممتنة وشاكرة.